السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زميلة كومنتي وريكورس. دلوقتي هنعمل بصمجة البراكتيكال اناتومي بس تاكوس الجارات بس. طيب اول حاجة معانا في الجار ده هبص لايه. هو انا بدأت بالجار ده عشان فيه كل المعلومات اللي انا محتاجها بعد كده، والجارات اللي بعد كده تعتبر مراجعة ليه. يعني اول حاجة معايا هبص على ايه في الجار، هبص على الهارد بلد ده كده، الهارد بلد تحته على طول السوفت بلد. طيب فوق الهارد بلد على طول دي حاجة عندي الانفيرال كونيكا. الانفيرال كونيكا دي بتبقى في النوز من فوق، الانفيرال كونيكا وفوقها على طول بلاقي الاتريوم بتاع الميدل ميتس، وقدام بقى في النوز من قدام بلاقي الفيستيبيول اوف ذا نوز. طيب وفي الروف بتاع النوز كنت بلاقي واي، واي اللي هي اللي هو الاسفينويد بون، كنت بلاقي فيها الاسفينويد الاير ساينس. تمام. وبعدين تحت ال تحت ال اسمه ايه ده الهارد بلد كنت بلاقي التانج ده كده، التانج التي هي تيب اوف ذا تانج. طب واليو، يو بكمل التانجة من ورا بلاقي اللينجوال تونسلز. طيب بعد كده عندي ماسلز، دي كده ماسلز. هي الحاجات دي مكناش واخدينها في الشرح، ولكن طالما موجودة في الجارات وما اتمسحتش يبقى علينا عشان لو مطالبين بيها او جات لنا في سؤال يعني نبقى جاوبناه، عشان في سنة تانية عملوا كده السنة اللي فاتت. طيب وبعدين ده كده اسمها جينو جلوسس مس جينو جلوسس ماسل، والاي هي الجينو هايود ماسل، امال الفي دي هو البادي اوف هايود بون. يبقى كده عرفت ده كده ماسل ودي كده ماسل ودي كده بون. طيب انا خلصت الجزء اللي فوق ده خالص، ونزلت كده تحت اول ما بنزل من الفارينكس بلاقي الابيجلوتس ده كده الابيجلوتس. طيب تحت على طول انا لقيت فتحه هنا يعني، دي كده فتحه كده خلاص، دي اللارينكس ده كده اسمه الفوكال كوردس، دي كده الام هي الفوكال كورد. وقدام اللارينكس بلاقي السيرويد، يبقى الاكس هي السيرويد السيرويد كارتليج. طيب انا بقى بكمل تحت على اللارينكس على طول بلاقي الفارينكس، قصدي بعد اللارينكس بلاقي التراكيه، دي كده التراكيه. قدام التراكية بلاقي السيرويد اسمس، وراح على طول بلاقي ده كده الكريكويد كريكويد كارتليج، دي كده الاو هي الكريكويد كارتليج. كده كده خلصت دي، همسح واقول بسرعة كده عندي مين. انا كده ببص على الهارد بلد بيكمل بالسوفت بلد. طيب فوق على طول طالما لقيت فيها سلك، فيها سلك ومتشال كده، يبقى كده دي اسمه ال opening of auditory tube. طيب فوق الهارد بلد بلاقي الانفيرير كونكا، بلاقي ان البي دي هي عباره عن الاتريوم بتاع الميدل ميتس، فتحه في النوز بتبقى وراها على طول الفيستيبيول المدخل، يعني الفيستيبيول في النوز في السقف او في الروف بتاع النوز بلاقي الواي اللي هي سفينويدال اير ساينس. تحت البلد بقى الهارد بلد والسوفت بلد الحاجات دي بلاقي التانج، بكده التي هي تيب التي هي تيب اوف ذا تانج، واليو هي اللينجوال تونسلز. كده عندي اتنين ماسلز، دي اسمها جيني جلوسس ماسلز، ودي الجين هايود ماسل، وده البايدي اوف هايود بون. بعد كده بنزل بلاقي دي كده اللي بيجلوتس، بكمل دي كده اللارينكس، قدامها على طول بلاقي السيريت كارتليج، والام هي عبارة عن الفوكال كورد. طالما تحت الفتحة اللي انا شايفاها دي بكده ده الفوكال كورد. وبكمل من اللارينكس بقى بنزل على التراكية، يبقى الجي هي التراكية، قدامها السيريت اسمس، وراها على طول الاودي هي عبارة عن الكريكويد كارتليج. طيب في حاجات بقى دي كده طالما مش هقول لي على دي اسمها بادي اوف ذا بادي اوف فيرتبري. لو مش هقول لي هنا كده كنت هقول له ده الانتر فيرتبرال ديسك، يبقى كده ده البادي اوف فيرتبري، ده كده السباينال كورد، يبقى الاتش هو السباينال كورد، الاتش هو السباينال كورد، الجي هي السباين اوف ذا فيرتبري، الجي هي السباين بتاع الفيرتبري. طيب وبعدين الزد بقى هي الارش اوف ذا اطلس، الارش بتاع الاطلس ده بستير ارش اوف اطلس. طيب شويه حاجات هنا كده المفروض اعرفها، بي ار اس، اعرف البي هي جنب الكوستال جنب الفرتبري يبقى اسمها فيرتبرال ارتريز، الار هي عباره عن 9 و10 و11 كرينيال نيرفس، الاس هي الروت بتاع الاكسسوري السباينال روت بتاع الاكسسوري. طيب والكيو، الكيو هنا ابديوسنت نيرف، الكيو هنا ابديوسنت نيرف. طيب وال W الاوكولار نيرف، اوكولار نيرف. يبقى كده الحاجات اللي ورا دي ما قلتهاش الا مره واحده، هعيدها بسرعه. يبقى كده انا عندي ال F، ال F دي عباره عن البادي اوف فيرتبري، ال H السباينال كورد، وبعد كده ال G اللي هي السباين بتاع الفيرتبري، ال Z الارش او بصير الارش بتاع الاطلس، B و R و S، ال B هي الفيرتبرال ارتري، وال R دي عباره عن 9 و10 و11 كرينيال نيرفس، وال S هي الرود اللي هو السباينال رود بتاع الاكسسوري، الكيو هي الابديوسنت نيرف، والدبليو هي الاوكولار نيرف.
صح ولا ايه؟ اوكيلور موتر، اوكيلو موتر، انا اسفه، اوكيلو موتر، اوكيلو موتر. طيب كده الجار ده خلص واخد مننا وقت بس عشان هو كان فيه كل حاجه. بعد كده الجار التاني يعتبر مراجعه عليه. طيب البي اول حاجه ابص على ايه في الجار دوت؟ ابص على الهارد بلد، ده كده الهارد بلد، وراه البي هي السوفت بلد. الكلاب كانت ساكته ولما انا جيت اسجل ابتدت تشتغل. كنت قلت ان ده الهارد بلد وراه على طول السوفت بلد، فوقهم الانفيرير كونيك. طيب بكمل كده بلاقي دي الابيجلوتس تحت الفتحة، يبقى فوكال كورد. يبقى هقول تاني البي هي السوفت بلد، السي انفيرير كونيك، بكمل لتحت ابيجلوتس، والاي اللي هي الفوكال كورد. طب اللي كنت لك هنا اتنين مصل، الدي هي عبارة عن جيني جلوسس مصل، والدي هي جيني جلوسس، والجي هي جين هايد. طيب شوف اللي بعدها، بسم الله، ده كده الهارد بلد، ده كده السوفت بلد، 22 سوفت بلد، فوقهم الانفيرير كونك، دي كده الهايلم، قصدي الاتريوم بتاع الميدل ميتس. طيب تحت البلد بلاقي التانج، ده كده التيب اوف ذا تانج، 26 التيب اوف ذا تانج. كمل ب 23 على التانج من الاخر، بلاقي لينجوال تونسلز. طيب زد دي هي الابيجلوتس، كمل لتحت تحت الفتحة يبقى فوكال كود. طيب وبعدين كمل كده، دي التراكية، ورا التراكية بلاقي الاسوفيجس. طيب وبعدين تلاتة دي هي الكريكويد كارتليج. يبقى هقولها تاني بسرعة، عندي مين تاني ناقص في دي؟ عندي السبعة اللي هي جينو جلوسس ماسل، وخمسة هي الانترفرتبرال ديسك. رقم اتنين ده هي البوستيريور وول اوف ذا فارينكس. هقولها تاني، انا عندي مين؟ ده كده الهارد بلد، 22 سوفت بلد، فوقهم بلاقي الانفيرور كونك، دبليو اس في ال دبليو دي الانفيرور كونك، دي كده الاتريوم بتاع الميدل ميتس. انزل تحتها بتلاقي التانج، دي كده تيب اوف ذا تانج، دي كده الرينج التانج اسمها ايه، لينجوال تونسلز. تحت التانج بلاقي ماسل اسمها جينيو جلوسس ماسل. بخلص التانج وانزل تحتها على طول بلاقي زد، زد دي عباره عن الابيجلوتس، الابيجلوتس تنزل تحت كده هتلاقي فتحه، تحتها على طول بلاقي الفوكال كورد. طيب بكمل من اللارينكس كده بنزل لتحت بلاقي التراكيه، دي كده 25 تراكيه، وراها على طول بلاقي الاسوفيجس. بين التراكيه والاسوفيجس لو طلعت فوق شويه دي كده رقم 3 الكريكويد كارتليج. طيب انا لسه مخلصتش اللارينكس فوق. رقم 2 ديت هي عباره عن اللارينجيو فارينكس وول، او الول بتاعت اللارينجيو فارينكس، يعني ده كده اللارينجيو فارينكس ودي الول بتاعتهم. رقم 5 الانتر فيرتبرال ديسك. طيب جميل، بعد كده الجار ده شبه بالظبط، تعال نبص عليه، ده كده السوفت، ده كده الهارد بلد. ايه هارد بلد؟ البي هي سوفت بلد، الاي اللي هي يوفيولا، يوفيولا اسمها يوفيولا. طيب دي كده الانفير كونيك، دي كده الاتريم بتاع الميدل ميتس، تحت ده كده التانج، وكده الاي دي هي ابيجلوتس. حاجات تحت التانج كنت بقول ان دي الجينو جلوسس، ودي كده الجينو هايد ماسل. طيب ليك ده الابيجلوتس، تحت الفتحه اللي انا بشوفها اهي ده كده الاف هي الفوكال كورد. مكمل تحتها كده بلاقي دي زد، دي التراكيه، زد دي التراكيه. طيب جميل، رقم جي اللي هي او الليتر جي دي هي انتر فيرتبرال ديسك. الام هي حاجه ورا اللي بيجلوتس، حاجه ورا استغفر الله، هي حاجه ورا الهارد بلد وسوفت بلد كده عند الفارانكس، تبقى اليفيشن، ده كده التيوبال اليفيشن اللي هو بتاع الاوديتري تيوب. طيب الاتش دي اللي هي بين الفارنجيال وول وبين السوفت بلد كده، يبقى اسمها الفارنجيال اسمس، او ليها اسم تاني سوبيريور كونستريكتور فارينكس، سوبيريور كونستريكتور فارينكس. يبقى ثانيه تاني همسح الكلام ده واكتب مره تانية، هرجع عليها سريعا. ده كده هارد بلد، ده كده سوفت بلد، دي كده يوفيولا، فوقهم على طول بلاقي الانفيرور كونيك، ودي الميدل ميتس، بس اسمه اتريم اوف ميدل ميتس. طالما لقيت في حاجه هنا كده ورا السوفت بلد، هو لو مش هقولي على سلك يبقى اوديتور تيوب، مش هقولش على سلك يبقى تيوبال اليفيشن، يبقى الام هي تيوبال اليفيشن. بكمل لتحت على طول بلاقي ان الاتش دي هي اسمها فارينجيال اسمس او سوبيريور كونستريكتور اوف ذا فارينكس. طيب كمل لتحت، الاي دي هي عباره عن البيجلوتس، وانا نازل تحتها بلاقي فتحه اهي، دي الفتحه اللي مش هقولي عليها الدايره دي. تحتها على طول بلاقي الاف، الاف اللي هو بيكون الفوكال كورد، زد هي التراكيه. طيب في اتنين ماسلز تحت التنج بيبقى اسمها جيني جلوسس ماسل، والجي دي هي عبارة عن جينيو هايد ماسل. طيب الجي عبارة عن ايه؟ الانتر فيرتبرال ديسك. جميل، نيجي بقى على الجول اللي بعده شبههم بالظبط، ده كده الهارت بالت، نكمل ورا السوفت بالت.
الاي اللي هي اليوفيولا. طيب والاتش انت قلت اللي هي بتكون بتاعت الفارينكس اللي هي فارينجيال اسمس او انها تكون بلاتاين تونسل اوف بستير وول، يعني حاجه كده البلاتاين تونسل اللي كانت بتبقى موجوده في البستير وول اوف ذا فارينكس ايه هي الاتش. يبقى كده اديتها ثلاث اسماء، الجار الفاتح اللي هو ده كاتب لي فيها بلاتاين تونسل اوف وول اوف ذا فارينكس اللي هو الاورو فارينكس يعني. طيب مش هقول عليها هناك كان بيقول السوبر كونستريكتور اوف ذا اوف ذا فارينكس، والثانيه برضو بيقول عليها ان هي فارينجيال اسمس. طيب انا قلت دي الانفير كونكا، قلت على دي كده الانفير كونكا، قلت على دي الاتريوم بتاع الميدل ميتس. طيب دي كده قلت لي اللي هي تحت التنج على طول باسمها جينو جلوسس ماسل، ودي كده اسمها جينو هايد ماسل. طيب وبعدين انا قلت اللي هو ده اللي بيجلوتس، بكمل تحت تحت الفتحه بلاقي الفوكال كورد الاف الفوكال كورد الزد دي عباره عن ايه تراكيه. هنرجع بس على الجار ده في حاجه معينه، اول حاجه شايف الفتحه دي كنت بقول ان تحتها على طول هو الفوكال كورد، هنا مشاور لي على الاف هي عباره عن انفرا جلوتيك ريجن اوف لارينكس، وهي الاف انفرا جلوتيك ريجن اوف لارينكس. والجار هو جار فاتح كده وفي حاجات صفراء زي الجار اللي بعده بالظبط، اللي بعده على طول اهو الاف دي مش هقول عليها لارينكس، يبقى هناك مش هقول عليها انفرا جلوتيك ريجن اوف لارينكس، هي مش هقول عليها لارينكس عشان بس اقدر اسكمهم وبصمد الجارات يعني. بعد كده ده شبههم برضو كده الهارد بلد، ده كده سوفت بلد، فوقهم الانفيرير كونكا، دي كده الاتريوم بتاع الميدل ميتس، ده كده التانج قلت لك دي التيب اوف ذا تانج، ده كده اللينجوال تونسلز. لكن مش هقول لك عادي كنت قلت له جينو جينو جلوسس ماسل، شاور على 27 جينو هايد ماسل. طيب انزل بقى وراهم على طول كنت بلاقي 27 رقم 7 دي كانت الهايد بون، رقم 35 هو الابيجلوتس. طيب وال 35 قلت هي البيجلوتس، واي دي فوق الفتحه يبقى هو بيكون فيستيبيولار كورد او الفيستيبيولار فولد. طيب تحتها على طول بلاقي دي كده التراكيه، ورا التراكيه كنت بلاقي كريكويد كارتليج اللي هي 28 دي كريكويد كارتليج، وراها على طول بلاقي الاسوفيجاس، ده كده كان انترفيرتبرال ديسك 40 هي الانترفيرتبرال ديسك. بس انا تاني هرجع الجر ده بسرعه، دي كده هارد بلد، دي كده سوفت بلد انفرا جلوتيك، دي كده الانفيرير كونكا، دي كده الاتريوم بتاع الميدل ميتس، ده التانج يبقى كده التيب بتاعته، وده كده اللينجوال تونسلز. وبعد كده قلت ايه تاني، دي كده الابيجلوتس، 7 هي الفيستيبيولار فولد، دي كده التراكيه مش مكتوب رقمها، دي كده عندي كريكويد كارتليج وراها على طول الاسوفيجاس، 40 هي الانترفيرتبرال ديسك. طيب الجار ده كان موجود برضو في سي بي اس، دي كده التراكيه، دي كده كارين اوف تراكيه، كارين اوف تراكيه او بايفركيشن اوف تراكيه، بل بي هي كارين اوف تراكيه، ال هو الليفت كارنت لارينجيال نيرف. طيب الثلاثه دول برده كنت مسكماهم في السي في اس ان هم هحفظهم ثلاثه بنفس الترتيب، يبقى سي هي الفايبرس بريكارديوم، بعد كده الاسوفيجاس، بعد كده الديسندنج ثوراسيك اورتا، يبقى سي فايبرس بريكارديوم، الدي اللي هو الاسوفيجاس، والاي الديسندنج ثوراسيك اورتا. طيب جنبهم من ناحيه اليمين على طول كنت بلاقي ده كده الازايجوس فين، فوق ناحيه اليمين برضو بشويه تلاقيهم كده كلهم نيرفس، دي كده اسمها سمباثيتك تشين، سمباثيتك تشين دي كده الـ H هي بوستيريور انتركوستال فيسلز وانتركوستال نيرف، بوستيريور انتركوستال فيسلز وانتركوستال نيرف. الجي اللي هي عباره عن سب كوستاليس ماسل. بس يعني كده هنرجع الجار ده بسرعه بسرعه خالص يعني مش هاخد ان شاء الله. تراكيه كده بايفركيشن اوف تراكيه، بل بي بايفركيشن اوف تراكيه، ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف، فايبرس بريكارديوم، اسوفيجاس، ديسندنج ثوراسيك اورتا، ده كده الازايجوس فين. الجي اللي هي سمباستيك تشين، الاتش هي بوستيريور، ده كده بوستيريور انتركوستال فيسلز وانتركوستال نيرف. الجي اللي هي ساب كوستاليس ماسل. بس كده الجار ده شبهه بالظبط بس فرق علامه واحده اللي هي البي. تعال نشوف اول حاجه كده البي دي بي فور بوك، دي كده بايفركيشن اوف تراكيه، ال ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف، البي اللي هي فور بين بريكي سيفاليك ارتري، يبقى كده العلامه في الجرد المميزه هو البريكي سيفاليك ارتري، ده كده الرايت بريكي سيفال، ده كده البريكي سيفاليك ارتري خلاص مفيش رايت ولا ليفت، يبقى كده بريكي سيفاليك ارتري. طيب وبعدين ثلاثه دول زي ما انا حافظاهم، الجي السي اللي هي الفايبرس بريكارديوم، الدي الاسوفيجاس، والاي اللي هي ديسندنج ثوراسيك اورتا، الاف هي الازايجوس فين، الاتش هي عباره عن البوستيريور انتركوستال فيسلز وانتركوستال نيرف، الجي ساب كوستاليس ماسل. نشوف اللي بعده، ده كده الجار ده برضو سهل ان شاء الله، ده كده الاسترنم، كده الاسترنم عرفت ليه انها الاسترنم او عرفت ازاي يعني، هي حته سموس كده لكن ورا كانت بتبقى متقطعه، لو جايبها من ورا كانت متقطعه. طيب كده الاسترنم، جنب الاسترنم كنت بلاقي الانترنال ثوراسيك ارتري، بقى ال الانترنال ثوراسيك ارتري بيدي برانشات، البرانش بتاعه اسمه هنا الواي ده انترنال اسمه ايه
انتيرو انتركوستال ارتري وانتركوستال نيرف، انتيرو انتركوستال ارتري وانتركوستال نيرف. طيب كده بص كده عندي كام مصل دي كده، الانر موست انتركوستال مصل، ايه هي الانر موست انتركوستال مصل؟ الاف هي عباره الاف والاس دول نفس المصل اللي هي كانت ستيرنو كوستاليس مصل، هي كامل الستيرنوم وبتروح على الريبس بس اسمها ستيرنو كوستاليس مصل. سريعا كده هرجع على جورد عشان اول مره نشوفه كده. الاسترنوم بيمشي جنبها مين؟ انترنال ثوراسيك ارتري، بيدي برانش انتيرور انتيرور انتركوستال ارتري وانتركوستال نيرف. الاي اللي هي الانر موست انتركوستال مصل، الاف والاس هما دول نفس المصل كانت اسمها ستيرنو كوستاليس. افتكر ان هي كانت عامله صوابع كده، هي جايه طالعه من الاسترنوم وعامله لي كده، كده اسمها ستيرنو كوستاليس. الار هي البرايتر بلورا، المفروض كنا نقولها اول حاجه مش مشكله ماشي. الجوار ده زي بالظبط دي كده مكان الاسترنوم، يبقى كده الخمسه دي هي الاسترنو ارتريز، ستيرنو ارتريز. عندي برانش الاي ده هو الانترنال ثوراسيك ارتري، الاي انترنال ثوراسيك ارتري اداني برانش رقم 4 وبرانش اللي هو اي ده كده اسمه انتيرو انتركوستال ارتري وانتركوستال نيرفس، انتيرو انتركوستال ارتري وانتركوستال نيرفس. جميل. بعد كده عندي كام مصل؟ جايب مصلز كتير هنا، انتيريور انتركوستال ارتري انتركوستال نيرفس والبرانشات التانية تحت. عنده واحد سوبيريور بيجاستريك والماسكولوفرينيك، ماسكولوفرينيك ده بيكمل على الثوركس، لكن الام ده كان بينزل تحت بيخش الفيسرا يبقى اسمه ابيجاستريك، بيجاستريك بيروح المعدة جوه يعني والفيسرا كلها، يبقى ده اسمه سوبيريور سوبيريور بيجاستريك ارتري. كده عندي ثلاثة مصل ما قلتهمش دي كده، انا عارفه دي شكلها الانر موست انتركوستال مصل، يبقى اتنين هي الانر موست انتركوستال مصل. امال الجي؟ الجي عباره عن مصل اسمها انترنال انتركوستال مصل، انترنال انتركوستال مصل. والان هي اللي احنا عارفينها كانت شكلها صوابع كده وعامله كده اسمها ايه؟ الاسترنوكوستاليس مصل. هقولها تاني بسرعه على الجرده دي كده الاسترنم، يبقى اللي طالع منها كده الخمسه مش هقولها بسلك يبقى ارتري، يبقى اسمها الاسترنال استرنال ارتريز. كده الاي الانترنال ثوراسيك ارتري اداني برانش رقم 4 و اتش اللي هما عباره عن انتيرو انتركوستال ارتري وانتركوستال نيرفز. طيب ام بقى والسبعه دول، دول برضو بقيه البرانشات بتاعه الاي. الام اللي هو اللي بيجاستريك رايح ناحيه الفيسرا، ورقم 7 ده خارج بره هنا رايح ناحيه الكوستال كارتليج، ده اسمه الماسكلوفرينيك. جميل. كده بقى معايا ثلاثه ماسلز دي كده اسمها الانر موست انتركوستال ماسل، دي كده اسمها الانترنال انتركوستال ماسل. جي الجي هي الانترنال انتركوستال ماسل، الان اللي هي سترنوكوستاليز ماسل. طيب اللي بعده دي كده مش هقول عليها من بره، دي اسمها البرايتر بلورا، يبقى الار هي البرايتر بلورا دي كده. انا قلت دي الاسترنوم جنبها على طول كان بيمشي مين؟ كان بيمشي ارتري اسمه انترنال ثوراسيك، مش عندنا دلوقتي بس اداني برانش بتاعه هو اللي هو بيقول لك انتيرور انتركوستال ارتري، انتيرور انتركوستال ارتري ده الواي. طيب جميل. بعد كده هنشوف الجانكشنز اللي كان عاملها الاسترنوم، من فوق الاسترنو كان بيسميها المانوبريم ترناي، ومن تحت كان السيفويد بروسيس. يبقى لما تقول لي فوق عندي جانكشن يبقى اسمه مانوبري ستيرنال جانكشن، يبقى التي هو المانوبري ستيرنال جانكشن، والجي هو عباره عن الزيفي زيفي ستيرنال جانكشن. يبقى هقولها تاني بسرعه، الار هو البرايتر بلورا ده كده انتيرو انتركوستال ارتري، تي اللي هي مانوبري ستيرنال جانكشن، والجي هي عباره عن الزيفي زيفاي ستيرنال جانكشن، زيفاي ستيرنال جانكشن. بص هنا طالما جاب لي فيشر واحد يبقى كده ده الاوبليك فيشر، ودي كده الليفت لانج كده اتعرفت خلاص، يبقى كده ده 8 اوبليك فيشر. ده كده الكوستال جروف رقم 18 هي امبريشن فور فيرست تريب. سريعا كده هقولهم تاني، عندي ثلاث علامات على الجار ده، ده كده اوبليك فيشر، ده كده كوستال جروف، وده كده الامبريشن فور فيرست تريب. برضو جايب لي دي نفس العلامات بس فرق ان هما هنا اتنين امبريشنز، ده كده واحد ده ترانسفيرس امبريشن، استغفر الله قلت امبريشن هو فيشر، ده كده فيشر وهناك فيشر برضو، ده كده فيشر مايل يبقى هوريزونتال فيشر، يبقى واحد دي هوريزونتال فيشر، رقم 10 كوستال جروف، ورقم 18 هي الامبريشن فور فيرست تريب او جروف فور فيرست تريب. هقوله تاني بسرعه بسرعه يلا، ده كده ترانسفيرس او الهوريزونتال فيشر 10 كوستال جروف، رقم 18 ال امبريشن فور فيرست تريب. بعد كده الجار ده كده جايب لي لانج من جوه، اعرف افرق ازاي؟ نعرف اول حاجه ده كده البوستيرير وول او البوستيرير بوردر، ليه كله ستريت خط واحد، لكن الانتيرير وول كانت بتبقى خطين، او الانتيرير بوردر ده عباره عن خطين كده مش ستريت. طيب ده كده الهايلم، علم عليه بعمل دايره عشان مهمني فيه، اعرف ان حاجه فوق الهايلم عامله لي ارش، ده كده الازايجس، ده كده ارش في ازايجس بيصب فين؟ في السوبيريور فيناكافا، وانا ماشي بنفس الليفل هلاقي الانفيرور فيناكافا تحت على طول اهو، ده كده الانفيرور فيناكافا. طيب نفرق كده مين تاني كان بيصب فيه؟ واحد اسمه رايت بريكنسفاليك فين، ده كده الرايت بريكنسفاليك فين رقم 3 هي الرايت بريكنسفاليك فين، هو رقم 2 اسف. طيب
بعد كده عندي مين ده كده رقم 8 ورقم 4 هو الاسوفجس. الاسوفجس بيمشي من ورا الهايلم من ورا. طيب في حاجات تانية على الهايلم من جوه بقى. الهايلم عندي دي كده حاجة فوق خالص، اكتر حاجة فوق هي السوبيريور لوبر برونكس، يبقى ليفت رايت سوبيريور لوبر برونكس، اسمها سوبيريور لوبر برونكس. طيب رقم 9 هو كده السوبيريور بالمونري فين، رقم 9 والسوبيريور بالمونري فين. هنشوف دلوقتي ليه قلت سوبيريور، عشان في واحد انفيرور، ده كده الانفيرور، ده كده السوبيريور، ده كده السوبيريور بالمونري فين. يبقى سريعا كده هرجع على الجار ده، عشان اول حاجه كده الهايلم، ده كده الهايلم. طب كده ازاي عرفت ده كده الانتيرور بوردر ليه؟ عشان مش ستريت، ده كده بيصير عشان عرفت ان هو ستريت. طب كده دي كده الهايلم، فوق على طول بين الارشف ازايكس بيصب في السوبيريور فينا كافا وينزل تحت بين الانفيرور فينا كافا. طيب مين تاني بيصب في السوبيريور فينا كافا؟ دي كده الرايت بريكسيفاليك فين، رايت بريكسيفاليك فين. خلصت الحاجات اللي حوالين الهيلم، فاضل لي بس الاسوفجس. الاسوفجس بيمشي خط كده من ورا الهيلم من ورا كده ماشي، دي كده 8 و4 الاسوفجس. جوه الهيلم بقى بلاقي دي كده السوبيريور لوبر برونكس، ورقم 9 دي سوبيريور بالمونري فين. جميل. بعد كده عندي دي هاخد برضو الهيلم واعمل دايره، وده كده بوستيريور بوردر وده كده انتيريور بوردر، عشان خطين مع بعض مش خط واحد ستريت. طيب فوق على طول بلاقي ده الارشف ازايكس، ده كده بلاقي بيصب في السوبيريور فينا كافا، بيكمل على نفس الليفل بالانفيريور فينا كافا، بيصب في السوبيريور فينا كافا برضه الرايت بريكسيفاليك فين. ماشي جميل. بعد كده بلاقي ده الاسوفجس، كده الاسوفجس مكمل ورا الهايلم. طيب دي كده 7 دي هي السوبيريور لوبر برونكس، سوبيريور لوبر برونكس، ورقم 8 مش هقول لي تحت اهو، يبقى ده كده الانفيريور بابونري فين، زي الجار اللي فات بس فرق ان هنا انفيريور. طيب ده كده عندي ايه، ده كده الهايلم، بس مهم اعرف برضو انهي الانتيرير بوردر وانهي البوستيرير بوردر. ده كده بوستيرير بوردر عشان ستريت خط واحد اهو، ده كده خطين، ونعرف ان هنا في نوتش، نوتش اللي كده تعرفني ان انا في الليفت. طيب مهم نعرف ايه، ده الانتيرير بوردر وده البوستيرير بوردر. ده كده الهايلم، الهايلم بلاقي فوق برضو حاجه عامله لي ارش، ده كده ارش في اورطه، يبقى رقم 5 والارش في اورطه. يكمل ورا بالديسندنج سراش في اورطه، ده كده ديسندنج اورطه، ده كده ديسندنج اورطه. جميل. بعد كده عندي ايه تاني، انا دلوقتي عندي كده ده الاسوفجس، الاسوفجس بيكمل ورا الهايلم برضو، كون ان الديسندنج اورتا موجود مش ما ينسينيش ان كان عندي ورا الهايلم بيبقى فيه اسوفجس. يبقى كده 7 و3 الاسوفجس. الترتيب بقى عندي عندي ارتري وبعدين فين من ورا لقدام، يبقى من بستيريو تانتيريو كده. رقم 6 ده يبقى كده ده الليفت بريكيزوفاليك ارتري، انا وهنا ليفت بريكيزوفاليك فين. رقم 8 والارتري ده ليفت سبتليفيان ارتري، بقولها تاني امسح كده، ده كده الليفت سبكليفين ارتري وده الليفت بريكيسفاليك فين. جميل. ده كده كاردياك امبريشن. يبقى سريعا تاني هقولها علشان اجمعهم كلهم مره واحده، ده كده الهايلم، ده كده الانتيرير بوردر في نوتش اهو، كده عرفت ان انا في الليفت، ده كده البوستيرير بوردر. هبص على الهايلم من فوق حاجه عامله لي ارش كده، ارش اورطا مكمل ورا بالسندنج ثوراسيك اورطا. طيب كون الاورطا موجود ما ينسيناش ان انا كان عندي الاسوفاجس بيبقى ورا الهايلم اهو، ده كده رقم 7 ورقم 3 دول الهايلم، قصدي الاسوفاجس ورا الهايلم، ده كده الاسوفاجس. طيب قدام الاسيفوجاس على طول بلاقي ليفت سب كليفين ارتري، يبقى كده 3 ليفت سب كليفين ارتري، ورقم 8 هو الليفت بريكسيفاليك ارتري، يبقى رقم 8 هو الليفت بريكسيفاليك ارتري. واحد دي كارديك امبريشن، واحد دي كارديك امبريشن. طيب جوه الهيلم بقى كنت بلاقي ايه، دي كده الليفت فين برونكس، ورقم 9 دي سوبيريور فين او السوبيريور بالمولار فين، يبقى رقم 11 هي الليفت فين برونكس، ورقم 9 هي سوبير بمناري فين، صح ولا ايه؟ صح. يلا نقلب الجر قبل الاخير معانا، ده برضو الهايلم اهو، ده كده الانتيريور بوردر عرفت عشان هو قط مش ستريت، وده كده بستير بوردر عشان ده ستريت. يبقى كده هما لو شغل على الهايلم كل حاجه فوق الهايلم عامله لي ارش، يبقى كده ده الاورطه، ارش في اورطه مكمل من ورا مديني رقم 4، ده كده الديسندنج ثوراسيك اورطه. طيب وكده عرفت ان رقم 3 ورقم 7 هما برضو ايه الاسوفيجاس، يبقى كده دول بيمشي ورا الهايلم اسمه الاسوفيجاس. طيب ايه تاني قال لك، رقم مش عارف الرقم ده بتشخبط عليه، رقم 6 ده هيكون الليفت سب كليفيان ارتري، واللي قدامه على طول ليفت بريكيسيفاليك ارتري، كده ارتري وفين، سب كليفيان ارتري وبريكيسيفاليك فين، ان شاء الله مش هتلخبط فيهم في الامتحان. طيب قلت لك ده الانتيرير بوردر، يبقى رقم 15 هي الانتيرير بوردر، 2 هي البلمونري ترانك، رقم 1 دي هي عباره عن الكارديو كامبريشن. سريعا كده هرجع على الجار ده،
ده كده الهايلم، ده كده الانتيرير بوردر، وده كده البوستيرير بوردر. الهايلم فوقه ارش، ارش في اورطه بيكمل من ورا بالديسندنج اورطه. طيب كون الاورطه ورا ما ينسينيش ان انا كان عندي الاسوفجس بيبقى ورا الهايلم، يبقى رقم 3 ورقم 7 دول الاسوفجس. قدام الاسوفجس كنت بلاقي ليفت سابت ليفين ارتري، وقدامه بلاقي ليفت بريكنسفاليك فين. جميل. طب دي كده قلت لك ده الانتيرير بوردر. رقم 2 بالمونري ترانك، رقم 1 الكارديك امبريشن. بعد كده ده الجور الاخير معانا، علم على الهايلم، واهو كده انا علمت على الهايلم. وبعدين فوق الهايلم كان عندي ارش، دي كده الارش في اورطه مش مكمل، مديني ازاي مش مديني بقى الديسندنج اورطه من ورا، مش معلم لي عليه. طيب بس انا منساش ان انا عندي رقم 3 ورقم 4 الاسوفيجاس. جميل. بعد كده قدام الاسوفيجاس كنت بلاقي ارتري، هو برده مش مشاور لي على الارتري، بس قدام الارتري كنت بلاقي فين اسمه ليفت بريكنسفاليك فين. ليفت بريكنسفاليك فين ده كده الانتيرير بوردر. هرجع على الجور ده مره تانية، بس قبل ما اراجع هبص كده تحت، جايب لي هنا اللينجولا. اللينجولا دي كانت بعد الكارديك امبريشن على طول، والكارديك نوتس هنا في كارديك نوتس واللينجولا اهي. هرجع بقى على الجور، هنبص اول حاجه على ده كده الهايلم، ده كده الهايلم فوق على طول الارش في اورطه. بعد الارش في اورطه هو مش مشاور لي بقى على الديسندنج اورطه، مش مهم. ده كده ده الاسوفيجاس، ده كده الاسوفيجاس قدام ارتري برضه مش مشاور لي عليه. بعد كده رقم 2 دي عباره عن الليفت اسمه ايه، ليفت بريكسوفاليك ارتري، ليفت بريكسوفاليك فين. ما ننساش ان هو بريكسوفاليك يبقى فين، ماشي. وسبت ليفين هو الارتري. بعد كده عندي ده كده الانتيريور بوردر، ده كده الانتيريور بوردر، ده كده اللينجولا. انا كده خلصت شرح الجراب، اتمنى اكون سهلت عليكم. ودي كده تقريبا اخر محاضره في اشرحها، مش عارفه اشرح الراديو ولا لا، بس اتمنى تدولي معاكم. كانت فرصه سعيده بصراحه ان انا كنت بعمل حاجه تساعدكم، يعني اتمنى اكون وفقت في مساعدتكم. بعد كده ايه، اتمنى تبعتوا فيدباك يعني على المحاضرات اللي انا شرحتها، بحيث ان انا لو في حاجه اطور من نفسي، ولو في حاجه كويسه يعني فده الحمد لله يعني توفيق من ربنا. بس كده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.